الإخوان والأخوات، السلام عليكم. جوني بعض الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص النظام الجبائي اللي كيتعلق بالمقاول الذاتي. التصريح كيفاش كيكون؟ إذا ارتقيت ندير لكم هذا الفيديو باش نعطي توضيحات. نظام المقاول الذاتي كما كتعرفوا يعني سهل وبسيط جدا، ما تحتاجوش في نهاية السنة ديروا البيان المالي ديالكم وتضعوا لهذا المديرية ديال الضرائب، نتوما معفيين إعفاء كلي من أداء الضريبة على القيمة المضافة. دونك با دو بيلون، با دي اس، با تي في. وخصكم ديروا واحد التصريح جبائي كيدار في البوابه الالكترونيه المتعلقه بالمقاول الذاتي بعد كل 3 اشهر، يعني مثلا يناير، فبراير، مارس، في ابريل خصكم ديروها. شنو كيكون فيها؟ كتصرحوا برقم المعاملات اللي نجزتو خلال داك الفصل الاول. هذاك رقم المعاملات الا كنتو يعني في انشطه صناعية تقليدية تجارية غتخلصوا عليها 0.5%، كنتو في أنشطة كتعلق بالخدمات غتخلصوا عليها 1%. دابا السؤال اللي جاني، إلى ما نجزتو حتى شي خدمة مثلا خلال الفصل الأول، واش خصكم تخلصوا شي حاجة؟ ما كتخلصوا حتى حاجة، ولكن غادي تدخلوا البوابة الإلكترونية وتدخلوا يعني الحساب ديالكم اللي في رقم البطاقة الوطنية ديالكم، ثم غادي تصرحوا غديروا مثلا الخدمة اللي متعلقة بالخدمات ما نجزتوا فيها حتى شي حاجة في هذاك الفصل غديروا فيها 0 درهم. وبالتالي إذا ما كانش عندكم حساب مع بريد المغرب كيحتاسبوا الوضعية وكيخرج لك 0% ديال أداء الضريبة، كتخلصوا فقط 10 درهم متعلقة بالخدمة ديال بريد المغرب. ثم يعني بالحساب البنكي ديالكم هذيك البطاقة البنكية كنتم تخلصوا هذيك 10 دراهم، زائد اللي التغيير اللي ولا الان ولا واحد يعني ضمان اجتماعي اجباري. هذاك الضمان الاجتماعي اجباري مثلا بعض المقاولين فرضوا عليهم يخلصوا واحد 300 درهم كمساهمه اجتماعيه كل 3 اشهر، ولكن الناس اللي اجراء في قطاعات اخرى وعندهم صندوق ضمان اجتماعي كيخصهم منين يخلقوا نظام المقاول الذاتي كيشيروا له. ثم من بعد ما كيعاود يدخلوا الحساب ديالهم كيقول لهم بان الفوق كتكون مكتوبه يستفيدون من نظام اجتماعي اخر، يعني ما كيبقاوش يخلصوا هذيك 300 درهم. يعني دابا ولات هذه المساهمه الاجتماعيه ولات اجباريه في السنه 2023. يعني في المجموع الا ما نجزتو حتى حاجه 0 درهم عندك 10 دراهم ديال الخدمه، الا كنتي غتخلص يعني المساهمه الاجتماعيه غتخلص 310 ديال الدراهم، والا غتخلص غير 10 دراهم بوحدها ديال الخدمه اللي كتكون عبر البوابه ديال بريد المغرب. 0 درهم الا ما كانت حتى شي نشاط، كان عندكم شي نشاط بطبيعه الحال غادي تخلصوا عليه 1% من هذاك رقم المعاملات المحقق، ولا 0.5%. هادشي اللي كاين، زائد المساهمه الاجتماعيه الا ما كانش عندكم CNSS. والتصريح راه بسيط، ما كنحتاجوا لا تنقلوا لا تمشيو لمديريه الضرائب، ما تمشيوش حتى عند الوكاله ديال بريد المغرب، ما تحتاجوش. يعني كتدخلوا غير عبر البوابه الالكترونيه كتصرحوا كتشوفوا الوضعيه ديالكم في كل فصل، كتقول كيقول لكم ها التصريح ديال الفصل الاول، التصريح ديال الفصل الثاني الى اخره، كيقول لك ها شحال اديتي وها التصريح اللي درتي، وكيمكن لكم تحملوهم PDF وكتوضعوهم وكيبقاو عندكم في الحاسوب ديالكم. يعني دابا راه نظام المقاول الذاتي ولا التصريح الجبائي والاداء ولا عن بعد، ما تحتاجوش كاع تنقلوا ولا تمشيو لشي بلاصه اخرى. ومساله اخرى بغيت نشير لها حتى هي، المقاول الذاتي غير مجبر يفتح حساب لدى بريد المغرب. هذا واحد السؤال كان جاني ايضا، كيمكن لك بالحساب ديالك مع بنك اخر دير مقاول ذاتي. يعني ملي غادي تمشي تبغي تسحب البطاقه ديالك من الوكاله غتقول لهم انا عندي حساب ديالي اللي غنشتغل به، كتدي فقط واحد الثمن على هذيك البطاقه بقيل واحد 75 درهم وكتسحب البطاقه ديالك. الا ما كانش عندك حساب بنكي فمن الاحسن ديرو مع هذيك الوكاله ديال بريد المغرب باش تسحبوا البطاقه ديال المقاول الذاتي ديالكم. دونك هذه بعض التوضيحات الاوليه، ومن بعد ان شاء الله عاوتاني الا كانوا عندكم شي اسئله غنعاودوا نجاوبوا عليها في فيديو اخر. وشكرا والى اللقاء.